باسكو سي فري كيقول لك ختن الطفل كيكون صغير كيكون فريمون بيبي قد ما يكون بيبي قد ما يكون حديث الولاده قد ما يكون يعني المضاعفات قليله. يعني واش هي المضاعفات اللي نشوفوهم بزاف؟ هي النزيف الدموي والعدوى يعني لي زانفيكسيون وي زانفيكسيون من هو عندنا ثاني الاحساس يعني ثاني لي تيرمينيزون نيرفيس الخلايا العصبيه تكون قليله ويكون ثاني هو كان ديجا في صدمه تاع الولاده لازم نعرفوا بليك الام تكون تعافر في الولاده والطفل ثاني معاها دونك مليح مستحسن يعني نختنوا هذاك الطفل ما بيد هو يعني راهوك في هذوك مازالو في لو شوك اكزاكتومون سي ان شوك سي ان ستريس مابلسو ستريس دو لاكوشمون. وعندنا ثاني يعني العمر يعني كما قلت لي بارون كي شوازيس الاولياء هما اللي خيروا وقلنا العمر ثاني الصدمه ثاني الصدمه هذيك تاع الختانه ما يحسهاش كي يكون صغير كيما يكون كبير يعني عندنا من السمانه الاولى حتى الشهر يعني هو لاج ايديال افضل يعني العمر الافضل حتى 18 شهر يعني واللي يحب يديروا العقيقه ولا يكون حتى 21 يوم الصحه يعني فيها سمانه ولا 15 يوم ولا 21 يوم ولا شهر 3 شهور ليسونسييل المهم حتى 18 شهر هي المستحسن من 18 شهر حتى ل 6 سنين يعني من 2 عام عامين لاربع سنين الطفل يعرف يفهم واش انا رايحين نديروا له. علاش من قبل عمليه الختان لازم نوجدوا هذا الطفل والاولياء طبعا نوجدوه على يعني نوجدوه طبيا اولا وقبل كل شيء عاد انت ديت وليدك قبل لي زاناليز لازم تديه الفحص الطبي لازم يشوفوا علاش خاطر ممكن نشوفوا تشوهات لي يعني ما نروحوش نديروا هذيك الختانه تمنعنا نديروا هذيك الختانه تشوهات خلقيه ولا تشوهات طبيه.